طلع قول لها اللي في قلبك طلع ارمي هم الدنيا وسلم دي اللي بتهدل وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب لو تسيب يوم حته طلق طلع البنوته دلع قول لها اللي في قلبك طلع وارمي هم الدنيا وسلم دي اللي بتهدل وتطبطب واللي احلى واجمل واقرب لو تسيب يوم حته نصبتي السودة هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وتاخدني فحت رد كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي ده الوكسه السودة اللي انا فيها دي. قلت لي افتحي المحل يا كوره افتحي محل امك يا كوره قلت لك حاضر يا خال قلت لي خدي خالتك وراعيها قلت لك حاضر ايه دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها ده بتاع ان شاء الله اسكتي بعد اذنك يا سودة هي وقفت النار على رجليها تعبان عصبت على الرقعه بره تعالي تعالي ريحي هنا ريحي هنا هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا بس بقول لك الهانم اللي الجوه ديت انا شغال عنديها وخيرها عليا وجزء ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي وانا لازم اقف جنبيها خيرها عليك انت تقف بقى جنبيها تقف جنبيها انا ماليش فيه بقول لك ايه انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه لا نصيبه ولا ما نصيبهاش هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزعها في اي مكان طب وعلينا بايه انت منزعها من الاول خالص احنا نصيبنا صايم هديكم البوكس والله يا كوريا بقول لك ايه هي تقعد معك هلتك سندس بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته يا نصيبتي السوداء تقعد مع مين سندس انت عايز تقلب لي بيت ده بلاوي من كل لون يا بطيسطه ثم بيت دي ولا لينا فيها عشان نتويها ونشيل طارق يا بنت طلعت مين وعهد الله بالبوكس في وشك هتدفع لك ايجار الاوضه اجمعي فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا دي شكلها عدمانه وبتكح جير بقول لك يا خيل دي شكلها طمعانه هتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد زي بنسمع عنه في التلفزيون اسمع اللي بقول لك عليه يا خيل انا عارفه الاشكال دي كويس دي طمعانه هي تصدقي طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه ولا قلم الحواجب ايه عبيطه طمعانه فيه الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقره مين ده تشتري كل البقره اللي في السوق ايه دي يلا بينا تعالي طب بقول لك ايه هتدفع كام نادر انا نازله رايحه النادي عايز حاجه يا حبيبي ايه ده ايه اللي انت عامله ده عامل في نفسك كده ليه دي ما تستاهلش ما ينفعش كده يا نادر ما ينفعش انت لازم تروح لدكتور ليه
شايفاني عيان؟ لازم تروح لدكتور نفسي يخرجك من الحالة اللي انت فيها دي. انا بني ادم طبيعي يا رجاء، اترزعت بالقلم على وشي ولازم اتوجع اقول اي. اروح للدكتور ليه بقى ان شاء الله؟ اقول له الحقني يا دكتور، اصل اتضحك عليا وحلم حياتي ضاع من ايديا، اديني دواء من فضلك عشان يخليني ما احسش. هو ده اللي انت عايزاني اعمله يا رجاء؟ لا يا حبيبي، بس انا ما اقدرش اشوفك كده يا نادر. يا نادر انت اخويا الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا، انا لما بشوفك كده بتعذب. نادر انا اللي ربيتك من بعد ما بابا وماما ماتوا، صحيح الفرق بيني وبينك مش كبير بس انا بعتبرك ابن. نادر انا ما اقدرش اقف اتفرج عليك وانت عامل كده. انا كويس يا رجاء، اهتم انت بنفسك، ما تقلقيش عليا. بعدين ما انت عايشه حياتك، تنزلي تروحي النادي مصاحبة بنات صغيرين، انا مش فاهم ليه، بس مش مهم. المهم انك بتعملي اي حاجه في الدنيا غير انك واقفه حياتك عليا. عيشي حياتك بقى يا رجاء، خلاص انا كبرت. واللي انت بتعمليه ده على فكره مش اهتمام، اسمه حصار. مين اللي تحت؟ طيب قعدي. ابو طالب بيه وطارق تحت، انت مستنيهم؟ لا، ايه اللي جابهم؟ خديها تحت باطل. لا ما اتفقناش على انجازه كمان يا خايف، وانا عشان اثبت انها قريبتي لازم يعني الزق خدي في خدها ببص هم بقعد. بقول لك ايه عشان اهل الحاره يصدقوا اهو، بدل ما ينكشوا ورانا ويعرفوا اصلها ومش اصلها. يلا حلو كده اهو اهو. بالراحه. الله ينور عليك. الله ينور. يا عم شكري يا كوريا، راح فين؟ ده هيمه. ازيك يا هيمه؟ جمالات بنت خالتي. نعم يا اختي. ده هيمه، هيمه خطيب، هنتجوز عن قريب ان شاء الله. هاي نايس تو ميت يو. مين؟ يلا بقى عشان يا دوب كده. يلا ازيك يا هيمه؟ شتمت ولا لا؟ يا عيني يا فيد يا مشاط يا جرجير. بنتي يا كوريا ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا موسوق؟ القمر دي يا اختي. دي جمالات بنت خالتي، عندها ظروف كده فهتقعد معانا كام يوم يعني. انهين فيهم؟ ايه؟ خالتها المبروكه الله يرحمها اللي ماتت في البلد. ايوه امك الله يرحمها كانت بتحكي لي عليها زمان، انا ما شفتهاش غير مره واحده بس زمان زمان قوي. يا اختي بطني البقره نورت والله، وان ما شالتكيش الارض نشيلك فوق دماغتنا. ان شاء الله الظروف كده تبقى كويسه يعني وتبقى خير يعني. ميرسي متشكره قوي يا تونس. والله العظيم يا دوب كده. ده انت من الدوره. الحمد لله على السلامه. الله يخليك. السلام عليكم. مين دي يا خالت؟ انا عارفه يا اختي، قال بتقول بنت خالتها بس بنت حته قشطه والله بس بتورتون. طيب بما انكم بقى هتتكلموا في شغل اسيبكم انا واستاذن عشان ما احسش ان انا غريبه في وسطيكم. لا 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 بروبلم. غريبه ايه يعني؟ حضرتك وان اوف ذا فاميلي، يعني فرد من الاسره. لا 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 احسن اسيبكم على راحتكم. انت فين؟ فين؟ ايه ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ دايخ عليك انت. حتى هايدي تليفونها مقفول ولا ايه؟ ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ بعدين انت ازاي يا استاذ تنقل هايدي من البيت الراقي بتاع دريه هنا؟ قصدي سيادتك بيت الدعاره. لا 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 ما اسمعلكش تقول كده. دي ست لارج ومعروفه في المنطقه كلها، لارج وساعات بتبقى اكس لارج لان بيتها مفتوح للجميع. فعلا مفتوحه البحري. هي شقه دعاره حقيقيه؟ ايوه شقه دعاره حقيقيه، والبوليس راح هناك ولم كل الناس اللي فيها ونزلهم بالملايات. ولو هايدي ما كانتش لحقت نفسها ونزلت من هناك بسرعه كان زمانها لبست قضيه اداب بجد. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده، ما يصحش كده عيب. وايه اللي ما يصحش ابو طالب بيه؟ ما يصحش اقول ان هايدي كانت هتتمسك في قضيه اداب، لكن يصح ان حضرتك قاعده في شقه زي دي؟ صح عمي والنبي يا عمي، ممكن تاخدني الاماكن دي عشان عمري ما شفتها غير في التلفزيون. ممكن تتنيل دلوقتي ايا كان اللي حصل، انما انا ما اسمحش لاي بني ادم على وجه الكره الارضيه انه ينقل بنتي من مكان لمكان من غير ما يقول لي. وبعدين يا استاذ بصفتي موكلك ممكن تقول لي هايدي فين؟ ولو سمحت تاخدني ليها. وبصفه هايدي موكلتي يا ابو طالب بيه، من حقها السريه عليا، وهي طلبت مني ان محدش يعرف مكانها. يعني ايه يعني؟ انت مصدق نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ انت خريج حقوق يعني داخلها ب 60%، وموضوع الدكتوراه والاكاديميه والدراسات دي اي حد ممكن يعملها. انت تقول لنا على مكان هايدي دلوقتي، احنا مش هنتحرك من هنا غير ما نعرف مكان هايدي، وتعاملنا معامله الناس اللي بتدفع فلوس. طيب اريحكم انتوا الاثنين، انا شخصيا ما اعرفش مكان هايدي. الحاجه الوحيده اللي اعرفها انها قاعده في مكان امن جدا ومريح جدا. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برجلك اليمين.
افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفك ده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيكها دول بيطلوا على الحاره عدل، وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب كنب زين، قعدته مريحه كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده، شفتي طقم ده زين، ده طقم اثري ما فيش منه الا اتنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعالي تعالي بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكره قوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى افرجك على دوره الميه، دوره الميه ديت زينه، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها. تعالي اتفضلي 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 يا هاني. شفتي بقى حاجه عظمه وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال فرجك على أوضة النوم، مالك فيه؟ خلاص حاجة جميلة والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. أنت بتدعي عليا؟ أه أنت خشي اتفضلي يا هانم اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت أختي ديت بنت زين، شايفة مرتبة الأوضة إزاي ومنظفاها، صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقندة سفر نصطار. يا مامي مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج ابو عاطي ابو وهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج، وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبرك بيها الله يرحمه، كان راجل بركه من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو، ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيها، على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي ايه؟ تيجي انت دلوقتي وتقولي لي اشيلها تبتعد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي تتن وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري ماشيني من هنا دلوقتي حالا في داهيه. يلي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني ثلاث ربط جرجير. جرجير حاضر يا حبيبتي والله عليك. ودي يا قلبي ثلاث ربط جرجير زي العسل هم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي، كل يوم تاخدي مني جرجير، ما فيش حاجه كده ولا كده يعني، مش هنشيل لكم عيل ولا تيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البنت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقه للخالق. اها بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوت باسمك جمالات. جمالات فهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن أم كحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عض. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ اتفضل، هذه المتعلمه بتاعه المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو، مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي مش عاوزين نجيب سيره الناس،
خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي، ست جمالات دي، ست نظيفة وعفيفة وسمعتها كيف البفتة البيضة. أي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حكم. ما أصل اللي زي دي تهف 50 مليون أخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، إنما أنا أقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفقلي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. أمال عالمها أبيض وأحمر وأسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحة الدم، وناس قايمة نايمة في السواد. السلام عليكم. شش بس الدوية، مش عارفة اتفرج على المسرحية. هببت ايه؟ فيه يا اخوي؟ فيه؟ انت هتستلوحي في الشغل اللي انت نزلت تدور عليه. محدش راضي يشغل، هعمل ايه؟ كلهم عايزين بنات صغيرة. انا ما ينفعنيش النظام ده ببوزك الفقر. اتصرفي وشوفي لنا قرشينات. جاتك داهية وانت ما عادش فيك الرمق. الله يلعن ابو ايامك الناشفة. خدي رد عليه، لو كان الواد القص بتاع المعسل قولي له نسي الموبايل وراح مشوار، اصل عليا ليه فلوس. الو. ايوه يا ماما، ازيك يا حبيبتي؟ انتي فين يا حبه عين امك؟ انا كويسه يا ماما، وفي حته كويسه ما تقلقيش. انتي عامله ايه؟ كده برضه يا ضحيه، ايه اللزوم اللي انتي عملتيه ده؟ هي ست عيني كانت عملت فينا حاجه وحشه. اتي اتي اخويا. الو يا بنت يا نجوان، يا بنت الكلب. انتي انت هتستعبطي وتسوق الهبل والعبط زي امك؟ هتعيش طول عمرها خدامه وهتموت خدامه. بقولك ايه، هو احنا مش اهلك وناسك وملزمين منك؟ ولا هي حنفيه فلوس وملايين الهانم جات لحد ابوك واخواتك ونشفت والميه قطعت؟ اسمعي بقولك ايه، التعبان اللي معاكي ده انت تخليكي حويطه معاه. اوعى تسلمي له نفسك غير لما يدفع ويكع دم قلبه. الشيله تقيله عليه، اديله كتف وشيلي معاه. حاضر حاضر يا بابا، ماشي حاضر. طيب ماشي، يلا باي دلوقتي. ها انا هكلمكم كمان شويه. يلا سلام. اكيد كنت بتكلمي مصر، واكيد برضو نسيتي ان احنا متفقين ان ده ما يحصلش، والاكيد الاكتر ان حضرتك ناسية ان العدالة المصرية بتدور علينا. يعني هما ممكن يتتبعوا رقمك ويعرفوا احنا فين ويوقعونا زي الفار في المصيادة، وساعتها حضرتك هتستغني عن العز ده كله وتلبس الجلابية البيضة وانا البس البدله الزرقاء ونبقى جرام في ارميدان. ها ايه رايك بقى في الفيلم ده؟ عجبك؟ انا مش قادره استحمل الوضع ده على فكره، انا حاسه نفسي ان انا رخيصه قوي. بص يا مروان، لو انت جايبني هنا عشان تتسلى بيا ماشي، ولو مش عاوز تتجوزني برضو ماشي، بس الفلوس اللي انت لهفتها دي كلها انا ليا فيها نصيب وعاوزاه. خليك فاكر ان انت ما كنتش تقدر تلعب على هايدي وتلهف منها كل الفلوس دي من غيري، عشان انا اللي كنت مداري على كل اللعب بتاعتك، وانا بقى مش مستعدة ان انا اخسر كل حاجة. اسمعيني يا حبيبتي، من الاخر ومن غير لنجرة، انت معايا كسبانة، ومن غيري في الشارع يعني ما عندكيش اختيار تاني. وعلى رأي حبايبنا اللي في مصر اللي هما من الحتت اللي انا وانت منها، كلي عيش. فهمان يا نجوان؟ كلي عيش عشان ما تخسريش الجلد والصد. ماشي.
بتتكلمي عني كده ازاي؟ انا بزنس وومن شريفه ومحترمه، عمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو انا لو كنت نصابه كنت هتلاقيني في المنطقه الحقيره دي؟ انا كان زماني قاعده في واحد من احسن الاوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وارجع تاني لحياتي الطبيعيه، لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. انا مش هطول في القرف ده ومع الناس والاشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هاني، يا جمالات هاني، يا جمالات ما تاخذنيش. كوريا دي بنت جدعة جدا وبنت بلد، وبكرة تعرفي قيمة كلام اللي بقوله ده. بعدين انت كوريا فيه مالك؟ الهانم هتدفع لي 500 جنيه ايجار الاوضه في الشهر، مش قليلين يعني. 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي، وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومة الجزار اللي شبه العكاوي ده. قلت ايه؟ ماشي، هي الفلوس مش القصه يعني، هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟ سندس دي قطه؟ شكري I'm allergic to cats. شوف بتشتمها. لا بتقولك ربنا يشفيها يعني، ربنا يشفيها. عندي حساسية من القطط. اه لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطة هي، سندس دي خالتي ونايمة جوه، وعلى فكرة غلاوتها من غلاوة المرحوم أمي بالظبط، يعني تدوسلها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطة ايه؟ صلى على النبي. بقولك ايه، انت خلاص ما تفرجوش علينا الناس مرة، انتوا قرايب وتفرقتوا وتقابلتوا تاني. بعدين مش فضلكوا، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله، اقعدوا مع بعضيكم كده، يا سلام على جمالكم، ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم. افتح الباب يا علي. علي مساء الخير. مساء النور. النقيب يسرع بحق مباحث اموال عامه، ممكن ادخل؟ اهلا وسهلا، تفضل تفضل. قلتلك 100 مرة يا سلومة وانت داخل ابقى اعمل حس ولا خبط ولا اتصل قبل ما تيجي بالتلفون. ايه يا اخويا بتخضني؟ الله قطعتلي الخلط اكتر ما هو مقطوع. حد يتخدم الجوز وحبيبه يا فرس بطن البقر انت. جبت جبتلي الكيوي؟ احلى اتنين كيوي، لا احلى نونو في الدنيا. خليني النهارده ما طبختش، قوم اسلق لك بالطين، شغل البيت هالدنيا. بالطين؟ لا انا مش جعان قوي كده، ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك شويه كده، ازازه الاكلادور هتقع على الارض. ريحتك زفره من اللحمه، قوم استحمى يا راجل واغسل بقك من جوه بالصابون. على ايه بقى؟ ما انا كده كده كنت نازل المحل، انا قلت عد عليك بالفاكهه ونقعد مع بعض شويه، لكن الظهر ما فيهاش وقت، انا نايم. بقول لك يا نعم. ابعت يا اخويا على الدكتور بتاع الرجاله، شوف لك حل في موضوع الخلفه دي، انا نسوان الحركه الوش. ولازمتها ايه العكننه دي؟ تعلمك بقى انا زي الفل، انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاتره، الحاجات دي بتاعت ربنا، لما يأذن بالعيل هيجي العيل. بس انت نايميني عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في جسخة نايل، اعوذ بالله. كان يوم اسود يوم توبشتك، يوم اسود صحيح، كتك 60 نصيبة. الهي ما ترجع. لا استنى افتح انا. اهلا. انت مين؟ ايه ده؟ هي مش دي فيلا ابو طالب ولا انا اتلخبطت في العنوان ولا ايه؟ ادخل يا باشمهندس طارق، ادخل. انت تعرفني؟ طبعا. ده انا كنت عدى عليك كمان شويه. بس يبدو كده ان انا حظي حلو. اصل بيقولوا ضابط المباحث لما يسعد يلاقي اتنين من اللي مطلوبين في طلعه واحده. ايه ده؟ نو بروبلم.
الباشا بيأدي شغله وإحنا للأسف شغله. هو الموضوع روتيني وبسيط جدا جدا. هو هيسألنا سؤالين وإحنا نجاوب بس، ده الموضوع. هو إحنا متهمين بحاجة؟ طب اسمع بقى يا حضرة الضابط، كان ممكن تتصل بالتليفون أو تبعت أي حد. أنا مهندس أه، لكن أفهم كويس أوي في كل حاجة. وبعدين إحنا لو مطلوبين للشهادة الكلام ده يبقى في النيابة. برافو، خلصت المرافعة بتاعتك؟ أه خلصت المرافعة بتاعتي. تمام، فين هايدي بقى؟ سبحان الله، كلنا بنسأل نفس السؤال، فين هايدي؟ تعرف ساعتك إن إحنا كنا هنبلغ عن اختفائها؟ إنما خلاص الحمد لله، طالما اتجاهنا واحد لازم نوحد جهودنا مع بعض وكل واحد يمشي في اتجاه، واللي يلاقي حاجة يبلغ التاني. لا ده انت بتهزر، لغايه دلوقتي بتعامل بشكل ودي، لكن انا عندي اجراءات قانونية كتير ينفع اعملها معاكم، وخصوصا ان يبدو كده ان انتوا شركاء معاها، ساعتها بقى كلامنا مش هيبقى مجرد اجراء روتيني خالص. فالافضل ان احنا نتعاون مع بعض بجد، وبلاش بقى الكلام اللي هو ضحك عليها طلقها وهرب وكلام التلامذة ده ما بياكلش معايا خالص. تمام؟ انا قاعد بسمعه. اتفضل. انا نازله الكوافير راح اشوف اكل عيش، كفايه وقف حال. عاوزه حاجه؟ اه عايزه اكل، جعانه قوي بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، امال ايه يا اختي؟ اقعد معاكي حروسك فوتيكارت. ثم بقول لك ايه، انت ما انتيش لوحدك، انت معاكي سندس جوه. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين انا خالتي دي مكركرو بتتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها، ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي الاكل اهو، لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه. بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعي، بتفتكري الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلب لي دليفري. ايه بقول لك ايه، احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تنزلش من وشنا كلنا ببوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه؟ انت انت بتشتمي كمان؟ اه بشتمي طبعا. هي بتشتمي وانا اصله ده، شفتي عفريت؟ اه عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟ تصدقي انت لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيك وفي فلوسك يا اختي، مش عاوزين استغنينا. بقولك ايه، انا اصلا معاداكي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا، كوريا اتصلي بشكري حالا، عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه، يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي الو. اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي دقيقه زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي لي تجيب قرش نشوه، عايزه اتنشا. ايه نشوه؟
شوف يا هيدا هانم، انا عربيتي تحت امر سيادتك. بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك انت وعربيه مروان بيه، انا عمري ما كنت ناكل الجميل. شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. ما اعرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه ههشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك، يعني انت قاعده هنا متويه في بطن البقره، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا اصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وانا عارف ومتوكد ان الاوضه اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك انضف من المكان ده 100 مره. بعدين عايز اقول لسيادتك حاجه، بس يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطه قبضت عليكي ورمتك في التخشيبه مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها يا هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقره احسن من جنه التخشيبه. لازم نستحمل يا بنت الناس، واذا كانت على كوريا يعني مضايقاكي بلاش تتعاملي معاها خالص. كوريا مين مضايقاني ايه؟ بقول لك دي مش بني ادمه اصلا. يا ستي اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. واوعدك يا هيدا هانم اذا احتجتي اي حاجه اكتبها لي بس في ورقه، شرب واكل واجيبهولك لغايه هنا. بس تفهمها تحفظ ادبها وما تكلمنيش بالاسلوب الفالجر بتاعها ده. هو انا بقى كده ومش هتغير ولا عجبه؟ كوري يا بنت استهدي بالله وافهم كويس، انا مفطنك قبلك ده قبل ما اجيبها لك على هنا. لدي هانم بنت زوات وفي ديقه، وانتي جربتي الديقه قبلك ده. احنا صعايده وبنفهم في الاصول وولاد بلد، اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مش جايه تشحت منك ولا تقولك لله، دي جايبه لك فلوس، يعني ربنا بعت لك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشاخي، مش عايزه منها حاجه، زي الوليه اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع، مش عايزه حاجه من الفلوس. وبعدين خل يعني على رايك، طالما هي في ضيقه قوي كده دي مش مكسوره حتى ولا غلبانه، لا بتتنك علي انا مش عارف. وبعدين برد يا اخي، والله دي برد، عامله كده زي حته الدهنه في الشوربه الساقعه. ايه الدهنانه اللي انت مرميه وسطيها دي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ اصوابعك دي زي بعضيها؟ انا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عامله زي الفنطاب، زي الطوفي، يتقطع الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيته عليه كتير حيقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي يا خيه، دي قهران، دي عامله فيها شلنا جول بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك بتبقى عايزه تنامي، قومي تخمدي وهمليها، قومي. وبعدين استحمليها على راي البشمهندس اللي بيقول عشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، يغور الورد. ترتت، قومي نامي، قومي. واد يا سوكا، ولا يا سوكا يا ولا، الواد نسر عاوزك. اهلا 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 ابو النسر، حبيب قلبي ابو الشياكه، بتفكرني بالاستاذ راغب علام. امورنا ابو نسر حبيبي؟ احنا كنا بنظبط فرح البت بوسي اخت وهدان، فقلنا يعني بدل الدي جي والحوارات اهو نجيبك تظبط لنا الليله. خلاص يا نسر، محتاجين سقاصه؟ لا خلاص، هتتصل بالواد زيكو والبلاقي ونعمل لك احلى ليله ابو نسر، ولا تزعل عن نفسك يا صاحبي. سلام يا اما. مع السلامه يا حبيبي، ربنا يكرمك يا واد يا نسر ويخليك ليا ويسترها الدنيا واخره معاك يا رب يا رب كده، ويرزقك يا ابني يا حبيبي يا سوكا. ولا
يوم. انت تشمع الفتله دلوقتي حالا على الواد ابراهيم وتعرف حكايه البت الجديده اللي جت الحاره دي، بيقولوا قريبه كوريا. وكوريا قال بتقول ايه ان عندها ظروف. ظروف ايه يا اخويا لوحده لابسه اللبس ده كله والصيغه دي كلها؟ انا مش مستريحه على البت دي، وخصوصا انها باين عليها انها بنت عز وبنت هنا. نعيمه انا منوره. الله ينعم عليكي، تسلم ايديكي. وهو عملتهولك زي الموضه اهو، القصه لون وشعرك لون. اتفضلي. ما تخلي ربنا يخليك. ايه هو ده؟ انا بقولك خلي عندك شويه من الاحمر وزودي فلوس حبتين. انت بقالك 10 سنين بتعملي شعر كده من ايام مامي كانت عايشه بنفس الفلوس. فكها شويه ربنا فكها عليك. لا هم دول حلوين قوي عليكي. حرام عفنه. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا كوريا؟ ازيك يا سوك؟ عامل ايه؟ ايه حكايه بنت خالتك دي؟ مالها؟ زي ما قلت لك هي اسمها جمالات وكانت عايشه بره من زمان، متجوزه واحد من الخلايجه دول، قوم يحصل ايه السنه دي بقى؟ الراجل يموت، قام ولاده ولاد الحرام كلوا عليها الورث وقاموا منزلينها على مصر زي ما انت شايف كده. لا حول الله يا رب، يعني ما جبتليش سيرتها قبل كده. لا ما انا اصلي بنساها، انا من كتر ما هي عايشه بره من زمان يعني بسقطها كده ساعات. ودي هتقعد فين؟ معاكي؟ مؤقتا يعني لغايه اما نشوف لها مطرح تاني. ما انا اصلي خالي يعني ما لقالهاش مكان عنده، قام زايحة علي. بس حرام، انت غلبانة بقى ومن كسرة وضيعت شبابها على راجل ما يستاهلش. فيك الخير، فيك الخير والله. حلال، انت حلال كوري. عشت يا سول. انت بس قول لأمك تخلع البت من دماغها عشان بنت فعلا مكفيها، مش حمل نخورة أمك. ها يا أمي مالها بس يا كوريا؟ دوم بتتمنى الخير المنطقة كلها قبل نفسها. دوم مجدع ست في المنطقة، مفيش سر في المنطقة إلا مع عمي، عمرها ما خرجت سر أبدا بره. لما تشوف العالم من خلال الكاس غير لما تشوفه من غير كاس. أنا أدمنت الكحوليات 30 سنة لحد ما لقيت نفسي هضيع، بل ضعت، عملت ستوب على طول، قلت مش هشرب تاني إلا لما أتقاعد. وفعلا تقاعدت، سلمت الشركة لهايدي، رجعت بقى أشرب تاني بقى. كنت مشتاق إزازة بحالها، رحت شاربها بالفلة. عشان كده تلاقيني بشرب كتير وبشراهة. هو حضرتك كنت عايزني في إيه لدرجة إنك تجيلي لحد هنا؟ ضابط مباحث الأموال العامة زارني في البيت أنا وطارق وقعد يحقق معانا. أنا قلقت ما ارتحتلوش، مش كده عايز أطمن على هايدي. الموضوع شكله أكبر مما كنت أتخيل. ما تخافش مش هيلاقوها. إيه 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 حيلك حيلك أنت؟ طب ما بتشربش يا جدع، أنت لازم تبقى فايق عشان إحنا محتاجين لك. هايدي محتاجة لك، أختك محتاجة لك، أنا محتاج لك، كلنا محتاجين للدكتور نادر حبيبنا بتاع زمان. أبو طالب بيه، أنا عشت طول عمري بجري يمين وشمال، عمري في حياتي ما فكرت في أي حاجة أو أي حد غير شغلي وأختي. أختي اللي أنا كنت عايز أعوضها عن شبابها وعمرها اللي ضيعتهم عليا، لحد ما قابلت نجوى حبيتها بجنون باندفاع من غير أي تفكير. كنت مستعد أعمل أي حاجة علشانها لدرجة إني راهنت عليها بكل حاجة في حياتي، حتى بعلاقتي بأختي اللي كانت ضد الحب والعلاقة دي من الأول. باختصار أبو طالب بيه، أنا عمري في حياتي ما خسرت قضية حد، لكن فجأة اكتشفت إن أنا خسرت قضية حياتي نفسها. أنا حجزت على أول طيارة رايحة مصر بكرة الصبح، وحجزت كمان أوضة تاني عشان أنام فيها لليلادي. طب ممكن أخش أخد حاجتي بقى وهدومي من هنا؟ طب خمسة خمسة ماشي؟ خمسة إيه؟ يا مروان!
الهز ده؟ اهو تلاقي توك توك معدي ولا حاجه. خش نام، بطل صلبطه وخش نام اجري. اهو توك توك. ايه القرف اللي انا فيه ده يا رب؟ ايه ده؟ نفسي ربنا يكرمنا ابراهيم واعمل شيري فيه 8 اغاني ولا 10 اغاني والفلوس تجري في ايديا كده وابقى مطرب مشهور. واول حاجه اعملها هشتري الخرابه اللي في اول الناصيه وابنيها دورين، دور لامي ودور ليا. انت عارف ابراهيم امي عندها 60 سنه ما شافتش يوم حلو في حياتها. نفسي ربنا يكرمني بقى عشان اعوضها اللي راح منها. هتعوضها يا سوكا، هتعوضها عن كل الايام السوداء اللي انتوا شفتوها. انت اصلك كده ابن حلال وصاحب صاحبك وتستاهل كل خير. هم يعني اللي غنوا احسن منك في ايه؟ والله انت طيب قوي يا ابن عمي. بعد اذنك بقى خش اريح شويه. ايه ده في ايه؟ انا هندي مع صوت ابراهيم شيطان خط السيده جيزه. ولاد الحلال قالوا لي انك راكب عربيه انت والواد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعمل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل، العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح ياد يا سوكا اندهن. اوف انا خد يا سوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح ياد يا سوكا اندهن.